السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة الخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم تحلية سهلة بسيطة بدون فلون، كتجي هائلة. فإن عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابوناو فلاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني باللايك ديالكم. فعلى بركة الله، هنايا غادي نحتاج بيضتان، واحد كيس من سكر فانيلا، ملعقة كبيرة من مايزينا أو النشا، ملعقتين من السكر، والسكر يبقى حسب الذوق. عندي هنا 60 غرام من البسكوي، أنا خديت هذا البسكوي هذا، يعني تاخدوا أي بسكوي بغيتي. وعندي دانيت شوكولا من فئة 80 غرام، وبطبيعة الحال عندي 600 ملليلتر ديال الحليب. فعلى بركة الله غادي نوضع، وضعت الحليب في كأس الخلاط بهذا الشكل هذا. غادي نوضع معاه بيضتان، سكر فانيلا، بطبيعة الحال ممكن تعويضها بالفانيلا السائلة. هنايا نوضع النشا او مايزينا، ممكن تعوضوها بالكريم باتيسير، عفوا بكريم شانتيي او بودرة الكاستر. غادي نوضع البسكوي، وغادي نطحن جميع المكونات جيدا ونعاود نطلق. من بعد ما طحنت الخليط جيدا كيرجع لنا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نوضعو فوق نار هادئه تيبدا يتماسك لي الخليط جيدا ونعاودو نطلقها. خواتي كما كتلاحظوا معايا كيبدا يقصح على هذا الشكل هذا، يعني استمروا في التحريك باش ما يلصقلكمش. يعني كيولي متماسك. على هذا الشكل. دابا كنطفي عليه. نجيب واحد السلافة غادي نقص فيها ثلث ديال الخليط. باقي الخليط غادي نضيف له دانيت شوكولا، نخلطه جيدا تكرجع لنا اللون بني. على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب الكؤوس فاش غادي نوضع التحلية. غادي نجيب ملعقة، على هذا الشكل. وغادي نبدا نوضع التحلية على هذا الشكل هذا.
غادي نوضع فيرميسيل، يعني غير رشه صغيره. على هذا الشكل هذا، وغادي نوضع نوزعه جيدا. على هذا الشكل هذا كنوزعوه بشويه باش ما يعني باش ما يتجانسناش الخليط الابيض مع الخليط البني. يعني حتى الاخر عاد قدو الجوانب الكؤوس. غادي نخليه حتى يبرد جيدا ونعاودو نتلاقاو باش نزينوه. اخواتي فبالنسبه للتزيين ديالو كما كتلاحظوا معايا فهما دو تناسكو، يعني كتناسك الطبقه. بالنسبه للتزيين فانا هنايا اختاريت شويه ديال الجوز عفوا ديال اللوز المبشور، وهنايا عندي قليل من الفيرميسيل. غادي تزينو يعني باي حاجه بغيتي، وكذلك ممكن تخليوهم هكا حتى الشكل ديالهم هكا جا هائل. يعني بالنسبه للفيرميسيل ممكن انكم تصوبوا هكا طبقه ديال الفيرميسيل، على هذا الشكل هذا. نوزعوها جيدا على هذا الشكل. كذلك ممكن انكم تصوبوا طبقه ديال الجوز عفوا ديال اللوز المبشور على هذا الشكل هذا، وممكن انكم تمزجوا بيناتهم، ديروا نصف الكميه ديال الجوز ديال اللوز بهذا الشكل هذا، ونصف الكميه. اتمنى الصوره تكون واضحه. ونصف الكميه ديال الفيرميسيل على هذا الشكل هذا، يعني الشكل ديالهم هكا نصف نصف جا يعني جميل اكثر. على هذا الشكل هذا
هذه النوطه القليل من الجوز، عفوا ديال اللوز، بادي بالي مع الجوز. نضعوها في الطبقه، يعني كيجي تزيين رغم انه بسيط الا انه كيجي جميل جدا. نشوفو كي جا من الداخل، على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صراحه جا لذيذ، نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. فما تنساوش انكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.